إخدي الودود، كان هناك عائلة قردة تعيش بسلام في الغابة، وكان لديهم ولد صغير، وبدأ يكبر ويعي الكثير من الأمور في هذه الحياة، فقال لأمه ذات مرة: سوف أذهب في الغد لأجني ثمار الموز إن شاء الله. فابتسمت الأم وقالت: نعم يا بني، لقد كبرت ويمكنني الآن الاعتماد عليك، ولكن توخى الحذر. وفي الصباح الباكر ودع والدته وانصرف متوجها نحو الغابة، وفي الطريق رأى غزالا فقال له: إلى أين أنت ذاهب أيها القرد؟ فقال القرد: إلى غابة الموز لأجمع بعض الموز البري للغداء. فقال الغزال مستغربا: ألا تخاف؟ فرد القرد: ومما أخاف؟ فقال الغزال: إنه يعيش هناك في البحيرة. فقال القرد: وهل هذا الذي يعيش في البحيرة مخيف إلى هذه الدرجة؟ فقال الغزال: نعم، ولذلك خذ هذه العصا لكي تدافع بها عن نفسك في حال تعرضت لأي خطر. ثم تابع القرد طريقه قاصدا غابة الموز، وعندما وصل إلى البحيرة أخذ يلوح بالعصا، فنظر إلى البحيرة وصاح بأعلى صوته: هي يا من كنت تقطن في البحيرة، اعلم أنني سأجمع بعض الموز وسأمضي من دون أي مشاكل، ولكن إن أحببت أن تمنعني من قطف الموز فأنا لن أسمح لك بذلك. ومن ثم نظر إلى الماء وهو غاضب، فإذا بحيوان يمسك عصا كبيرة وينظر بغضب أيضا، فعاد مسرعا إلى المنزل. وعندما وصل إلى المنزل قال لأمه: لن أذهب إلى البحيرة مرة أخرى يا أمي. فقالت له: ولما يا حبيبي؟ فقال لها: أخبرني الغزال أن هناك حيوانا مخيفا في البحيرة، وأعطاني عصا أدافع بها عن نفسي، وكنت غاضبا ألوح بالعصا وأصرخ بصوت عالي، وعندما نظرت إلى الماء رأيت حيوانا غاضبا ألوح أيضا من تحت الماء بعصاه، فخفت وعدت مسرعا إلى المنزل. فقالت له الأم: لا تخف يا بني، عد إلى البحيرة ولوح لذلك الحيوان بيدك وتبسم في وجهه، وسترى أنه سيبادلك نفس المشاعر. وعندما وصل القرد إلى البحيرة لوح بيده وتبسم، فبادله ذلك الحيوان نفس الأفعال، ثم قطب جبينه ففعل الآخر نفس الفعل، وبعدها لوح القرد بكلتا يديه، ففعل القاطن في البحيرة كما فعل القرد. فعلم القرد أن ما يراه ما هو إلا صورته التي انعكست على صفحة الماء، فأخذ يضحك وقفز على شجرة الموز وبدأ يجمع ثمار الموز الشهية، وعاد إلى منزله. وفي أثناء الطريق رأى الغزال مرة أخرى فقال له: وكيف جمعت كل هذا الموز؟ ألم تخف من قاطن البحيرة؟ فابتسم القرد وقال له: لم يكن مخيفا على الإطلاق، بل وجدته لطيفا وودودا، فإذا أحببت فيمكنني أن أريك ذلك بأم عينيك. فقال له الغزال: هيا بنا إذن. فانطلقا حتى وصلا البحيرة، وابتسم كل منهما للماء فانعكست صورتيهما، وبدا من في الماء يبتسم أيضا. فقال القرد للغزال: إن هذه هي صورتنا انعكست على وجه الماء. فأخذا يضحكان، وتعلم كل منهما أن من أراد أن يبني صداقات جديدة مع الآخرين فما عليه إلا أن يبدأهم بالتبسم والود، فمشاعر الآخرين تجاهنا ما هي إلا انعكاس لصورة مشاعرنا. وهكذا انتهت القصة، إلى اللقاء.